سلام حبيبتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. انا بخير والحمد لله ربي يدومها لكم وانا ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم قرات باذنجان بطريقه مغايره بدون لحوم، وتجي بنينه تسخف. تلبيه لي طلب مشتركه معايا متبعتني هنا في القناه ومتبعتني في الانستغرام. انا كنت حطيتها في الستوري تاع الانستغرام، حطيتها زوج مرات وحطيتها بطريقتين مختلفتين، مره طيبتها في المقلاه ومره طيبتها في الفرن. هي طلبت من الوصفه عطيتها لها، واليوم كي جيت نطيبها العشاء حبيت نشاركها معاكم هكذا باش كي كامل تجربوها وان شاء الله تعجبكم هذه الكراتا. وشو انا في هذه الوصفه يعني درت تغيير خفيف للاخت عبيد، كنت تشوف الوصفه اللي شافتها في ستوري حاجه واللي تشوفها هنا حاجه. هنا اختي برك انا ما درتش الطون، هذا ما كان يعني في هذه الوصفه راني استغنيت على الطون. الطبقه الاخيره اللي تاع الطون راني ما درتهاش، هذا ما كان. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. حبيت راح ندير معكم كراتا تاع باذنجان. واش نحتاج فيها؟ نحتاج فيها زوج حبات تاع باذنجان، نقشرهم ونغسلهم. نحتاج بصل كنت قطعته وغسلته ورحيته بهذه الطريقه. نحتاج معدنوس ونحتاج سنه تاع ثوم. انا بديت نسكرفج في الباذنجان تاعي، سكرفجوه في الخشين كما نسكرفجوه نرجع لكم. بعد ما سكرفشت الباذنجان تاعي وسكرفشت الثوم، نضيف عليه معدنوس مغسوله ومقطعه، ونضيف بصل. انا هنا ديت بصله متوسطه ريحتها فرحيوه مانيال، حاولوا هنا تريحوها فرحيوه مانيال عفوا، ولا في السكرفاج ولا تعطوا تريحوها في الربو عادي، بصح حاولوا انكم تصفيوها باش على بالكم البصل يطلق الماء. وهنا الباذنجان انا سكرفشته في السكرفاج في العريض، تحبوا كذلك ترحيوه او تسكرفجوه حاولوا انكم تعصروه. نضيف البصل والمعدنوس ونخلط المكونات مع بعض. راح نضيف البيض، راح نضيف البيض نضيف التوابل. انا حندير هذه تاع جومبو، ثم ديروا اي توابل تفضلهم. وهنا عندي فورماج، هذه خطوة اختيارية، تحبوا ضيفوه تحبوا ما ضيفوهش. ولا ما نساو الملح، ضفت الملح ونخلط كل شيء مع بعض. خلطت المكونات وزدت البيض، لقيت الخليط تاعي ناشف، راني زدت ضفت بيضة أخرى وهذه بيضة الرابعة. ونخلط كل شيء مع بعض ونديرو في البلاطو. هنا جبت البلاطو تاعي دهنته بالزيت، راح نفرغ فيه الخليط تاعي. طلع بابلي الباذنجان وبدا يطلق في الماء تاعو، نسويه جيدا وندخلو للفرن. انا ندخل البلاطو تاعي للفرن كي ينشف نرجعو نكملو مع بعض. هنا لكم انا الكراتا تاعي تاع باذنجان خرجتها من الفرن، هاي نشفت كما راكم تلاحظوا. دوك نجيب فرماج رابي وندير طبقه من فرماج رابي وندخلها نعاود ندخلها الفرن ونشعل عليها من الفوق. تحبوا ديروا فرماج رابي تحبوا ديروا فرماج تاع الساندويشات، هذا راجع لكم وكنتو حتى ديروا واش عندها في المنزل، الجود بالموجود. يعني الاخت اللي طلبت مني الوصفه نقول لك هايك، انا كنت غيرت فيها شويه برك لشتيها المره اللي كنت طيبتها في المقلاه بنفس الطريقه، وشو انا طيبتها في المقلاه. والثاني اللي عاودتي سالتيني فيها قلتي لي واش هي الكراتا اللي درتيها، قلت لك راه باذنجان، قلتي لي لحم ملحي قلت لك لا باذنجان. هايك
انا في الانستغرام كنت حطيتها بفرماج تاع السندويشات، درتهم من فوق، ودرت كذلك قبل ما ندير الفرماج تاع السندويشات كنت درت طون تاع الطماطم، فرغتهم من الفوق ودرت الفرماج تاع السندويشات، وعاودت شعلت دخلت الفرن شعلت عليها من الفوق. هذا توضيح باك للاخت اللي طلبت مني الوصفه، باش كي تشوف ما تلقاش الطبقه تاع الطون. انا هنا درتها سامبل، وهذا راجع لكم يعني واش كان عندكم في المنزل ديرو عليك. انا دوك نعاود ندخلها الفرن باك ونشعل عليها من فوق باش يذوب لي الفرماج، ونوريكم شكلها النهائي. وانا بعد ما خرجتها من الفرن اوريكم شكلها النهائي. دوك بقى برك نقطعها ونحطها لهم في الطباسه. من الكراتان تاعي دوك انا جوست نقطعها برك ونوريها لكم في صحن التقديم. هنا الخطوات تبقى اختياريه، تحبوا قبل ما ديروا الفرماج لكن عندكم الطون تحبوا ديروا طون، لكن عندكم دجاج مكعبه تاخذوا ديروه شاورما وتحطوه طبقه من فوق وديروه فوق الفرماج، هذا يبقى راجع لكم يعني جود بالموجود. انا مره درتها بالطون وهذه المره درتها بلا طون، ومره طيبتها في المقلاه نفس الذوق يعني نفس الطريقه، ما عدا برك طيبتها بالمقلاه. لو كنتم مهتمين كيفاش طيبتها في المقلاه خلوا لي تعليقاتكم وشاركم الطريقه. هنا انا استغنيت عن العطون يعني درتها بدون لحوم، يعني درتها غراتان صيفي خفيف والجود بالموجود، هذا راجع لكم نتوما. انا درت غير طبقه اخيره من الفرماج كما قلت لكم. فرماج واش كان عندكم، تحبوا ديروا فرماج رابي، تحبوا ديروا فرماج تاع السندويشات. انا الاسبوع اللي فات كنت درتها بالفرماج تاع السندويشات، كنت درت طبقه من الطون ودرت فوقه طبقه من الفرماج تاع السندويشات وشعلت عليها الفرن، هذا راجع لكم كنت واحدة دير واش عندها امكانيات في المنزل. يعني ما تحتموش رواحكم الحوايج نتوما ما تقدروش، واش عندك في المنزل طيبي لوليداتك وافراد العائله نتاعك. انا دوك نقطعها ونوريكم شكلها. هنا انا بعد ما قطعتها باش نوريكم كيفاش جات من الداخل، ها ليكم مو مشحين في قبل ياها باذنجان، بس الذوق تاعها يتغير وتجيبني لا تسخف. ها ليكم كراتا صيفي يعني، وتجيبني نتاخر جربوها ما تكونش الحين تندموا. اتمنى الصوره تكون واضحه. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم باش تكونوا في اداء. شكرا لكم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.